يأتي وهو محملا بمجموعة من العناصر الموضوعية الضاغطة عليه. أولها أنه يدرك أن الانتخابات الفصلية التكميلية للسنت والكونغرس في أمريكا، الاستطلاعات الرأي تقول أنه حزبه الديمقراطي يواجه متاعب ولن يكون الفائزا، والاحتمال أن يكون هو رئيس، لكن في ظل أغلبية، يعني رئيس ديمقراطي في ظل أغلبية جمهورية. فبالتالي يحصل ما يسمى بالجريد لوك، وهو مصطلح أمريكي يعني الانسداد في صناعة القرار في النهاية. هو يبقى لديه هو رغبة إلى المنطقة ولديه مجموعة من الأهداف يريد تحقيقها. لكن في أولا احنا الأول بنتكلم عن المجتمعين في القاع، تمام، ثم هنتكلم عن مشاكله هو، ثم نتكلم عن الواقع. لسه ما وصلتش للواقع. تمام. مشاكله هو نمرة واحد انه جمهور، نمرة اتنين انه هو الوضع الاقتصادي، هذا هو أعلى تضخم ركودي في تاريخ الولايات المتحدة. صحيح. منذ 30 سنة. نمرة ثلاثة انه هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخدمات. نمرة أربعة يشكو منه المجتمع الأمريكي، وهو أراد أن يعاقب روسيا فعاقب شعبه. نمرة أربعة إنه جالون البنزين زاد دولار وتسعين سنت، يعني قرابة 2 دولار. هذا يمثل من 7 لـ10% زيادة من النفقات على المواطن الأمريكي بس. في ده الخسائر المباشرة. الخسائر غير المباشرة انه لما هيروح يشتري سلعة من السوبر ماركت، وهو اعلى مجتمع استهلاكي، يعني مؤشر المستهلك الامريكي هو اهم عنصر في ثبات او تقدم او انخفاض او تدهور الاقتصاد الامريكي. الكونسيومر الامريكي، الكونسيومر ريبورت، سلوك المستهلك الامريكي هو الذي يحكم مستقبل الاقتصاد، وبالتالي يحكم مستقبل السياسة. فهو يرى انه الصورة سيئة للغاية. يأتي ايضا الى المنطقة وهو قدامه نوع من التضارب السياسي ما بين ما وعد به اثناء الحملة الانتخابية وما بين هو مضطر ان يفعله الان. يعني هو تعهد بانه لن يحادث السعوديين، ان هو يقف ضد الدول اللي هو يرى ان فيها مشاكل حقوق انسان، ان هو الالتزام الاخلاقي والايديولوجي هو الاساس، لان هو بيمثل وسط ونائبته تمثل يسار الحزب الديمقراطي، فدول مجموعة ايديولوجية بالدرجة الاولى. كل ذلك تبخر امام الازمة وامام الاخطاء اللي ارتكبتها الادارة الامريكية، وأمام واقع مرير للاقتصاد وللارتباك ولمحاولة التعديل الاستراتيجي في إعطاء الأهمية من منطقة الشرق الأوسط والانتقال إلى جنوب بحر الصين والمحيط الهادي، لتصبح هي المنطقة الأساسية اللي فيها ينصب الاهتمام الأمريكي. كل هذه القضايا علينا نتوقف أمامها. وقبل أن يأتي بمجموعة أيام فقد أحد أهم أنصاره على الجانب الآخر من الأطلنطي، وهو بوريس جونسون. ويأتي الآن إلى المنطقة وهو مدرك أنه الدولار الأمريكي لمس تقريبا قيمة الجنيه الاسترليني، وقام بتحطيم مكانة اليورو. هذا يبدو للوهلة الأولى وكأنه انتصار، لكنه على العكس، لأنه الدولار المكلف الغالي يجعل حركة التجارة والبضاعة المصنوعة في الولايات المتحدة أقل جاذبية وليس أكثر جاذبية، بينما الدولار الرخيص بالنسبة للعملات الأخرى اللي هو الأفوردبل يكون قابلا للتجارة. فبالتالي ميزان التجارة ليس لصالح أمريكا في ظل ارتفاع الدولار. فبالتالي ينخفض الطلب على ما هو منتج أمريكي، لأن الدولار كعملة غالي الثمن، بينما أنا لو رحت ولقيت أنه الروبية الهندي أو اليوان أو الروبل الروسي مور أفوردبل، قابل للشراء ومغري أكثر، فأنا أشتري بضاعة من هذه الدول. فحتى الطبقة الأساسية اللي هي
بتتحكم في معايير مهمة جدا في أمريكا، وهي طبقة المصدرين والمستوردين في أمريكا أو المصنعين. هذه الطبقة تتضرر بالفعل، لأنه السلع الإمداد، قصدي سلاسل الإمداد والمواد الخام كلها معرضة للخطر وفيها إشكاليات. وأيضا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الولايات المتحدة الدولة المستهلكة للكثير من السلع المواد الغذائية وما ينتج عنها أصبح غاليا للثمن. فكرة الأسمدة التي تأتي من روسيا وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا ومخلفات الحبوب ومثل هذه الأمور، الشعير وحصاد هذه المواد المحاصيل المحاصيل في نهاية الأمر أصبحت غالية الثمن. فبالتالي منتج المزارعين في أمريكا اللي هم بيمثلوا من 35 ل 40% من خسائر إضافية الفورسز يشكل عليهم وصعوبة في هو الإنتاج. الإنتاج، وفي الآخر المستهلك النهائي لهذه الحاصلات سواء في الداخل أو في الخارج سيتجبد مشاكل كبيرة. يبقى